مشاهدينا الآن وقفة مع أخبار المال والأعمال وتفاصيل الأخبار مع ليلى عمر. تفضلي ليلى. شكرا إلهام، شكرا فاطمة، ونتابع معكم الآن أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. قرر البنك المركزي المصري زيادة الحدود القصوى لجميع المعاملات على تطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية إنستاباي اعتبارا من 15 من مارس لعام 2023. يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس السيسي لدعم التحول للاقتصاد الرقمي. ويتضمن القرار زيادة الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة على الشبكة ليصبح 70,000 جنيه، والحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية إلى 120,000 جنيه، والحد الأقصى للمعاملات الشهرية إلى 400,000 جنيه. تأتي الزيادات الجديدة في الحدود القصوى للمعاملات في ضوء متابعة البنك المركزي لطلبات العملاء، ومع الإقبال المتزايد على منظومة المدفوعات اللحظية إنستاباي منذ إطلاقها. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن السوق المصرية سوق واعدة جاذبة للاستثمارات، مشيرا إلى أن مصر تعد بوابة لدخول المنتجات البترولية للسوق الأفريقي. جاء ذلك خلال لقاءات عدة عقدها الملا مع رؤساء ومسؤولي عدد من الشركات العالمية على هامش مشاركته في مؤتمر سيراويك الدولي للطاقة بمدينة هيوستن الأمريكية، ومن بينها لقاء الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون العالمية ورئيس شركة أباتشي الأمريكية ومسؤولي شركة EOG ريسورسز، بالإضافة إلى شركة فالكو أنرجي الأمريكية. كما التقى الملا رئيس شركة شومبرجي العالمية ورئيس التنفيذي لشركة توتال أنرجيز الفرنسية. وفي أسواق المال أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم نهاية جلسة الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.65 من الألف تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 85% ليغلق عند مستوى 16454 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركة الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 3060 نقطة، وصعد مؤشر EGX 100 بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 4493 نقطة. ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، وأوضحت وزارة العمل أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 21,000 إلى 211,000 طالب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع الماضي. كان اقتصاديون استطلاعت رويترز آراءهم قد توقعوا 195,000 طلب في الأسبوع الأخير. ختام جولتنا الاقتصادية عودة مرة أخرى لإلهام وفاطمة، إليكم من جديد. شكرا ليلى عمر على هذه الوقفة الاقتصادية.